شايف اللي عندي يا عم صالح وصل لغايه فين؟ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. طيب ربنا قال ايه؟ واحد اهو بيدعي بيقول يا رب اذا كان ده هو الحق من عندك نزل علينا حجارة من السماء او عذبنا العذاب اللي ايه الاليم. هل تعتقد ان كل واحد يدعي ربنا دعوة ربنا قاعد كده تحت طلبات العباد واحد يقول يا رب خد عمي فلان لانه مضايقني يقوم ربنا يبعت له مصيبة تاخده على طول، يا رب خرب بيت الرجل اللي جنبنا لانه بيكسب وانا تعبان يقوم ربنا يبعت له ملايكة من السماء تاخده توديه النار على طول، اللي تبقى مش شغلانة مش نافعة بقى. ده انت مفكر انك قاعد على القهوة سقف هات واحد وصلحه، هات واحد شاي فريسك، هات واحد شاي كشري، مش شغلان، لا دي مش قهوة. ان الله لا يعجلك عجلة احدكم، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. فنظام ربنا مبني على الحكمة والحكمة مبنية على العلم، يعني حكيم بعلم. يعني انت ساعات واحد يضايقك ويبقى ظلمك تمام ومية المية انت مظلوم وتغيب طول الليل تقول يا رب وعده بالبلاوي، يا رب اخرب بيته يقفلها في وشه، تصبح الصبح منتظر ان ربنا يبعت له جبريل مع فرقة عشان ياخدوه يودوه في داهية، تلاقيه برضه لابس البدلة السموكن والنضارة البرسل والشنطة السمسونايت وماشي فارد جناحاته والمرسيدس، وانت طول اللي بتدعي عليه لا مرسيدس انخربت ولا النضارة انكسرت ولا الشنطة انسرقت ولا البدلة اتحرقت، هو بشحمه ولحمه، تقوم تقول يا رب انا ريقي نشف من الدعاء. لا ده انت غلبان، انت مش واخد بالك، الظالم ربنا فحر له بير وهو ماشي واخد طريقه ليه بس لسه ما وصلش، ساعة ما بيوصل رجله بتيجي بيقع على طول، فسيبه ماشي سيبه ماشي. شوف مولانا سبحانه وتعالى بيقول ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله، بيقول والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، بيقول لحبيب النبي بيقول لي سيبني انا بقى والمكذبين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ده كلمة نستدرج دي كلمة خطيرة، الاستدراج معناه ايه؟ اذا رأيت الله ينعم على العبد بنعمة وهو يعصيه فاعلم انه مستدرج. كل ربنا ما يديله مال كل ما يفتري اكتر، كل ربنا ما يديله صحة كل ما يفتري اكتر، كل ربنا ما يديله اولاد كل ما يفتري اكتر، اعرف ان ربنا بيطلعه السلم واحدة واحدة عشان لو رماه من اول دور هينزل سليم على رجليه، ده هيطلعه 100 دور هيطلعه بالاسانسير وهينزله على راسه. بس ادي معنى سنستدرجهم ايه؟ من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك، خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. خد بالك بقى اللي كان بيقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، شوف بعد كده حصل إيه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. يا لطيف، فين شر الافتراء يا رب؟ شوف الانسان، شوف الجبان التعبان اللي كان بيقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها. بعد ما كان بيقول وما اظن الساعة قائمة ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا، ربنا قال فين الزبانية بتوعه؟ فين الحاشية؟ فين الحرس؟ فين الهيلمان؟ فين السلطان؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. امال يا رب السلطان لمين؟ والقوة لمين؟ والجهل لمين؟ والعظمة لمين؟ هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ده بالنسبة للرجل ده بس ولا ايه؟ قال لا، رجل مين ده؟ رجل ده ما يعتبر بعوضة في ملك الله. امال بالنسبة للناس كلها؟ قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللي يحب ربنا يقول لا اله الا الله. اوعى تنسى ربنا، اوعى تفتري بمالك بصحتك بمنصبك، كل ده كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض وبعدين فاصبح هشيما جافا زابلا تذروه الرياح، انتهى وراح. وبعد ما كان صاحب المقام الرفيع وصاحب المعالي وصاحب العزة وصاحب الفخامة، دخل في خبر كان لما يجوا يتكلموا عنه يقول كان فلان كان بيعمل كذا، كان دخلت عليه كان اللي بترفع الاسم وتنصب الخبر، هو خبر مش اسم لانه منصوب مش مرفوع. وحد قل لا اله الا الله. طيب النضر بن الحارس دعا الله قال ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. طب يا عم انت ما قلت الناس، امال الظالم نعمل له ايه؟ قال لك اشتغل بحسبي الله ونعم الوكيل، بس وسيب المسألة لربنا، ارفع اوراق القضية لله وبعدين ربنا بيشتغل بحكمة وبعلم. ها طب ما تفرض يا اخي ان هو عاش طول حياته لا انتقام ولا فقر ولا مرض ولا. قال لك هو انت يا اخي ما سمعتش كلام النبي؟ قال لك والنبي قال في دي كمان، قال لك اسمع يا سيدي اسمع شوف النبي قال ايه. النبي قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع كلما اعتدلت تكفأ بالبلاء
يعني النبي بيشبه المؤمن بالزرع الاخضر الطري اللي هوى يجيبه يمين يميل ويجيبه شمال يمين، انما ما ينكسرش. كذلك المؤمن ربنا يبتليه بالفقر صابر والرضا الحمد لله والشكر لله. امال يا عم فلان كلته امبارح، والله ده احنا اكلنا اكل الحمد لله وهو نايم من غير عشاء، يا سلام ده ربنا مرضيه، يا سلام دم صابر عملت لنا امبارح حلت بزارة، والله يا راجل الواحد ياكل صوابعه وراها وهو يمكن بتعمل له كركبة في بطنه ساعة، هاتغ بطنه تعمل مزيكا زي بتاعت حفاب الله. انما حامد شاكر التاني يبقى واكل كباب وطول الليل ياخد فوار مغنيسيوم وبغنيسيوم وملح انجليزي واندراوز وبلاوي، بينما الفقير واكل لقمة طيبة طول الليل مرتاح اعصابه هادية. فالنبي قال ان المؤمن مهما ابتلي زي الزرع الطري مع الهوى، تعرف سنابل القمح الجميلة دي وسيقان القمح الهواء يودها يمين وشمال انما ما يكسرهاش. طب والفاجر، شوف النبي قال في الفاجر، والفاجر كالارزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله متى شاء. الفاجر زي شجرة الارز اللي في لبنان، شجر ضاق ده الهوى ما يأثرش فيه ابدا، انما اللي يقطعه من اصله هو الله، لما يكسره مرة واحدة يقطع رقبته. انما المؤمن ما ينقطعش، سيقان قمح لطيفة سيقان شعير، الهوى عمال يداعبها ويلاعبها يمينا وشمالا. كذلك المؤمن شوية مرض اللهم لك الحمد، شوية ضيق يفرجها ربنا، فرجها يا رب، يا سلام تلاقيه مبتسم، تلاقيه مبتسم مش ممكن يقع على الارض ابدا لغاية ما يقابل ربنا على خير. انما الفاجر اما يديله مال يوم يقول يا سلام، ان ما كنش بيحبني ما كانش اداني مال، يديله صحة ان ما كانش بيحبني كان نايمني الارض. لا، ربنا بيقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، لا المال دليل الرضا ولا الصحة دليل الرضا، انما الرضا في قول الحبيب المصطفى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. صلي، يبقى اللي يظلمك قل حسبي الله ونعم الوكيل. دي رسوم الجلسة، ما دام دفعت الرسوم للقاضي الاعظم سيب القاضي يتصرف بحكمته وبعلمه، وما تزعلش ما تزعلش، خليك صابر. ربنا عليه للنضر ابن الحارس لما قال يا رب نزل علينا حجارة او عذاب اليم ان كان محمد صادق، فربنا قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. يا سلام يا سلام يا رسول الله، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. يا سلام، طول ما انت فيهم ما فيش عذاب استئصال. مش ممكن هستأصل الامة دي طول ما انت فيهم يا حبيبي يا محمد. يا سلام يا سلام، وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. شوف اكراماته للامة قديه. طيب يا ربي النبي لحق بالرفيق الاعلى، يبقى هتودينا فين؟
قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.